في البدايه حابب ارحب بيك، اهلا وسهلا بيك في مركز خدمات المستثمرين. عندنا في مركز خدمات المستثمرين المستثمر بيخش من الباب عادي جدا، هو جاي ياسس شركه وليكن، بيخش هو لو مش عارف هياسس فين بيبتدي يخش بيتوجه على اول حاجه في وشه هو الريسبشن، بيبتدي ان هو يستفسر من الريسبشنست او الموظف المتواجد، بيساله انت عايز تعمل خدمه ايه او ايه اللي انت محتاجه، طيب راس مال شركتك قد ايه، بيبتدي ان هو يتناقش معاه، بيبتدي يوجهه في مستندات مطلوبه للتاسيس، بيبتدي ان هو يقول له المستندات المطلوبه كذا وكذا، في تشيك ليست متاحه، في هارد كوبي موجوده ممكن يديها للمستثمر، المستثمر لو حابب يطلع على ده من قبل ما يجي اصلا مركز خدمات المستثمرين ممكن يخش على الاوفيشال ويب سايت بتاع الوزاره او الاوفيشال ويب سايت بتاع الهيئه، في متاح كل الخدمات، كل التشيك ليست لكل الخدمات. خلاص هو قال له المستندات المطلوبة ايه، هيبتدي ان هو يتوجه على الكيوينج سيستم، هياخد تيكت، هينتظر دوره، بعدها يتوجه للشباك اللي هو المفروض يأسس فيه، بيبتدي ان هو يراجع، الموظف عندي هنا في الهيئة بيراجع المستندات بتاعة التأسيس، المستندات مستوفية وتمام، بيبتدي ان هو انتظر يخلص له كل الإجراءات، في آخر اليوم بيبتدي ان هو يديله العقد بتاع الشركة، السجل التجاري بتاع الشركة، البطاقة الضريبية، ومن تاني يوم يقدر ان هو يشتغل في الشركة بتاعته. انا شايف في مسميات للشبابيك، يعني انا تمام كان بالنسبة لي دي شباك للمرأة وشباك للمشروع. مظبوط، تمام تمام، بتسهل اعتقد اكيد طبعا. والخدمات لما بتبقى متقسمه على شبابيك خلاص هو المستثمر بيبقى عارف هو هيتعامل مع انهي شباك، لما بيستفسر عن خدمه بنقول له دي على شباك رقم كذا، فبيبتدي ان هو يتوجه على الشبابيك المختلفه، في شبابيك لكل الخدمات، في في شبابيك للمراه، في شبابيك للبورصه المصريه، في شبابيك لكل الجهات اللي احنا بنتعامل معاها. يعني هنا في مركز خدمات المستثمرين بنتعامل مع اكتر من 67 جهه ممثله عندي هنا في مركز خدمات المستثمرين، بنقدم لهم كل الخدمات اللي بتتقدم في وزارته، ده للتسهيل على المستثمر بدل ما يروح اكتر من جهه. طبعا احنا وفرنا دوت هنا عشان المستثمر ما يدخش او ما يلفش كتير. طيب ده بالنسبه للتاسيس العادي، بالنسبه للتاسيس الفي اي بي تمام بيتم ازاي؟ تاسيس الفي اي بي، تاسيس الفي اي بي بيبقى برسوم ازيد شويه زائد رسوم التاسيس، ده بيبقى ميزته ان انت بتخلص كل حاجتك في اي بي، بتخش بتقعد بتاخد المشروب بتاعك، عقبال ما بتقرا الجرنان بتاعك او كده بتبقى شركتك خلال ساعة أو ساعتين، خلال ساعة أو ساعتين، احنا مجازا بنقول خلال يوم عمل، بس احنا في خدمات كتيرة ممكن تخلص في ساعة ساعتين بكتير، وفي حاجة أقل من كده طبعا. يعني ده جميل. طيب بعد تأسيس الشركة هل في عندكم متابعة لو صاحب الشركة قدمت أي عقوبات من جهات ثانية؟ تمام مظبوط، احنا عندنا هنا في حاجة اسمها وحدة متابعة ورعاية الشركات، دي وظيفتها ان هي بتفولو اب او بتتابع مع المستثمر بعد ما بيأسس، انت مش خلاص اسست شركتك احنا ما نعرفكش تاني، لا انت معانا موجود في هيئه الاستثمار في مركز خدمات المستثمرين تحديدا، احنا بنتواصل معاك بعد التأسيس، احنا معاك لو واجهتك اي عقبات في الحصول على تراخيص، في موافقات لازمه، في اي خدمه من الجهات انت بتتواصل معانا. خدمات بنكيه هنا موجود عندنا فوق في الدور الاول، في عندنا متاح اكتر من بنك، عندنا بنك اسكندريه، عندنا بنك مصر، عندنا بنك سي اي بي، بنوفر كل التسهيلات للمستثمر، عايز يفتح حساب للشركه، حساب بنكي، عايز يطلع شهاده بنكيه، عايز يعمل اي خدمات في البنك، البنك موجود عندنا هنا. طيب يعني تقريبا عدد المتعاملين اليومي المتواصل والله على حسب، يعني الاعداد متفاوته، مش عايز اقول لك ارقام صريحه بس الارقام كلها موجوده، لو حابب ان احنا نرجع لها نقدر ان احنا نرجع لها. احنا شغالين من الساعة 8 صباحا للساعة 4 العصر. طيب انا دلوقتي في حالة لو في مستثمر قاعد لبعد 4، انا الموظف قاعد لحد اخر عميل، يعني لو في عندي عميل جه الساعة 4 الا وقاعد انا بكمل معاه للساعة 5 او 5 وي او 6 لما لحد اخر عميل. اتاكد على نقطة انه لما بيسلم ورقه على الشباك بينتظر، والموظفين هم اللي بيتحركوا بالورق مش هو. تمام مظبوط، دي حابب أأكد عليها. حاليا احنا عندنا في حاجة اسمها متابعة التأسيس، متابعة التأسيس دي إدارة دورها ان هي بتقوم بكل العملية التأسيسية نيابة عن المستثمر، المستثمر بيقعد يرتاح وانا في متابعه التاسيس انا اللي بصور له الورق، وانا اللي بخلص له الاجراء، وانا اللي بختم له الحاجه، انا اللي بطلع له العقد، وانا اللي بطلع له السجل التجاري والبطاقه الضريبيه، المستثمر مش بيعمل اي حاجه غير ان هو بينتظر احنا بنخلص له كل الخدمه بتاعته. المستثمر بقى لو حب يطلع مثلا سجل تجاري او بطاقه ضريبيه لتاني مره برضه ممكن. السجل التجاري عندي هنا موجود، والضرايب عندي موجوده فوق في الدور الاول، زي ما قلت لحضرتك قبل كده احنا عندنا 67 جهه من ضمنها السجل التجاري والضرايب والشهر العقاري، لو حابب مثلا يعمل توكيل لوكيل ياسس له الشركه الشهر العقاري موجود، عايز يعمل حفظ مركزي لمصر المقصه هنا موجوده، عايز يعمل اي خدمات في البورصه المصريه، الرقابه الماليه، في جهات كتيره ممثله عندنا هنا. لو حبيت بقى اسس انا كمستثمر عايز اساس اونلاين، ايه الخدمات اللي ممكن، هل مثلا وانا باسس اونلاين الاقي حد يدخل مثلا اونلاين معايا من الهيئه
ويبدا يتواصل معك. تمام، التاسيس الاونلاين دلوقتي شغال، تقدر تاسس الشركه بتاعتك اونلاين، بتجهز كل المستندات بتاعتك، بتعمل لها سكاننج، بترفعها على الويب سايت، الديجيتال سيجنتشر اتفعلت، التوقيع الالكتروني بدا ان هو نستخدمه في التاسيس. فانت كمستثمر انت بتاسس اونلاين، لو واجهتك اي مشكله في الكاستمر سبورت بيتواصلوا معاك، تقدر انت تستفسر منهم على اي خطوه معينه انت واقف فيها او حاجه مش عارف تكملها، وبيبتدوا ان هم يساعدوا حضرتك لحد ما بتخلص خالص وتاسس شركتك وتاخد السجل التجاري بتاعك.